رسالتي الأمنية اليوم خاصة في شهر رمضان المبارك وفي وقت القرقيعان، أحب أوجه رسالتي إلى أولياء الأمور وإلى قادي المركبات. بالنسبة لرسالتي إلى أولياء الأمور، أنا عارفين الآن بالنسبة للقرقيعان الأطفال يكونوا متواجدين في الشوارع، لابد أن يكون وياهم أحد من أخوانهم الكبار يراقبهم والأمر يراقبه، لا يخلي ولده يقول والله مثل الطفل أو الطفلة يقول والله قرقيعان وخليه يستانس، لا، لابد أن يكونون تحت عينهم. الرسالة الثانية إلى قادم المركبات، رسالتي يا أخواني خاصة في الوقت هذا وقت القرقيعان في شهر رمضان المبارك، انتبه لسرعاتك خاصة في الفريج، لأن راح تلقى أطفال يركض مني، راح يركض تلقى أكثر من مكان يركض، فلا بد تكون ما تكون زيد احتياطك وزيد تركيزك خاصة في هذه الفترة. شكرا لكم وأتمنى للجميع الأمن والسلامة.